حكاية الليلة غادي نحكي لكم سبب نزول واحد الصورة اللي كل مرة غتقراوها غادي تولي وتقراوها عن حب وانتم فاهمينها وغادي تجيكم ميسرة في القراءة ولا حتى في الفهم. في حلقة الليلة أيضا غادي نعطيكم كاع التفاصيل عليها وكان وعدكم باش أنكم إن شاء الله ما غاديش تخرجوا من حلقتنا الليلة إلا وانتم ناشطين وتبغيو غير فوقاش تمشيو تقراوها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. سؤال حلقتنا 87 كان هو من كان احب الرجال الى رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي قال ابو بكر، فكنقول ليه بلي انه الجواب هو صحيح. ودليلا على هذا عن ابي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اي الناس احب اليك؟ قال عائشه، فقلت من الرجال، فقال ابوها. شكون هو ابوها؟ هو ابو بكر رضي الله عنه. قلت ثم من؟ ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. اما سؤال حلقتنا الليله، شنو هي الصلاه اللي ما تصلاتش هذه 300 سنه؟ الجواب غادي يعرفوه خصوصا الناس اللي متابعيني على الانستغرام. ومن غير هذا باختصار مفيد، واحد البنت كانت صيفطات ليا رساله على الانستغرام بلي انه الام ديالها كانت من عائلتنا على اليوتيوب وتوفات هذه الايام، فما كرهش انه كل واحد يترحم عليها باش تفاجئ الروح ديالها بالهدايا اللي غادي نقدموهم ليها الملائكه واللي هما غيكونوا عباره على دعوات زوينين ونفرحوها. ونغتنم الفرصه ونقول الله يرحم جميع امواتنا المسلمين والله يرحمنا حتى حنا. ما نتعطلش اكثر ونقول لكم بلي انه في حلقه الليله جاتني الفكره انني نتكلم لكم على اخر صوره نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللي ما عرفش واش تقدرتوا تعرفوا شنو هي دابا. اذا كنت جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار تاعك. لنبدا حلقة الليلة غادي نتكلم على سورة عظيمة في القرآن واللي ترتيبها في المصحف الكريم هي التاسعة، وعدد الآيات ديالها 129 آية. سورة اللي هي مدنية اللي نزلات على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة في المدينة، كيف ذكر البخاري رحمه الله بلي أنه آخر سورة اللي نزلت على الحبيب، ولكن ماشي آخر آية، حيتاش آخر آية اختلفوا فيها العلماء. كاين اللي تيقول بلي أنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال بعض منهم بلي أنها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حلقة الليلة غادي نتكلموا على سورة التوبة، السورة الفاضحة والكاشفة لأهل النفاق في ذلك الزمان وأيضا في كل وقت. نزلت هذه السورة تعقيبا على غزوة تبوك، يعني من بعد 22 سنة من رسالة الحبيب عليه الصلاة والسلام، الرسالة الأخيرة للدعوة اللي جات في ذلك الوقت أو لا البيان الختامي. هذه السورة نزلت في أواخر حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كبلاغ أخير قبل وداعه، وهي أيضا نداء أخير للبشرية قبل وفاته. هذه السورة نزلت والمسلمين كانوا على أعتاب خروجهم بالرسالة للإسلام إلى خارج الجزيرة العربية والانفتاح بهذه الرسالة على العالم. هذا هو التوقيت بالضبط اللي جات فيه هذه السورة. فباختصار هذه السورة تذكرت فيها القصة نتاع ثلاثة من المسلمين اللي هما كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، اللي تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهم واحد الحزن شديد وضاقت عليهم الأرض غما وندما بسبب تخلفهم، وعرفوا بلي أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ورجعوا ليه وتابع ليهم. لقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وهذه القصة اللي ما عرفهاش أنا غادي نحكيها لكم دابا. نزلت آية سورة التوبة يا سادة كرام باش تبين حقيقة المنافقين لتظاهروا بالإيمان والورع أمام الرسول والمؤمنين، ولكن في حقيقة الأمر كانوا تيدبروا في الخفاء المؤامرات والمكائد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان من أهل الصدق والإيمان لمن تخلف على غزوة تبوك اللي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، غادي يتخلفوا عليها بدون ما يعطيو شي عذر. وكيف ذكرت لكم كانوا ثلاثة ديال المسلمين اللي هما كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين باش أنهم يقاطعوهم، فكان واحد منهم كيخرج للسوق وحتى حد ما كيدوي معاه، وكيمشي عند الأقارب ديالو وما تيدوي معاه حتى شي حد، كيتسلق الحيطان غير باش يشوفوا فيه
والو، وهذا الشيء ما غاديش يتوقف غير على العائلة والناس في الأسواق. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لعيالتهم عندكم باش يقربوا منكم، وهنا كان عقاب من طرف المجتمع ثم الأقارب، ودابا في خصوصية السكن واللي هو المرأة. فمرات هلال بن أمية غادي تمشي عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول له أن هلالا رجل مريض ضعيف، وأنا أستأذنك يا رسول الله في أن أصنع له ما يقيمه. أعطاها الإذن ولكن على أن لا يقربك. قالت والله يا رسول الله ما فيه أمر لشيء، زعما هذه القضية راه مطبقاها. فجاء كعب بن مالك حيتاش وصلوا بأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صرح لمرات هلال أنها تخدمه. قالوا لي سير عند رسول الله واستأذنوا باش تخدمك مراتك. ماذا أقول لرسول الله وأنا رجل شاب؟ والله لا أذهب له أبدا. وبقاو 50 يوم على هذا الحال، هاد ثلاثة ديال المسلمين. هادوك الاثنين بقاو في دارهم حزنانين، ومالك كان في جبل ضقت عليهم الأرض احتاجتهم البشارة باللي أنه مولانا تابع لهم. سمعوا مالك غادي يسمع صوتا صارخا، يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك، فقد أنزل الله فيك قرآنا وأنه تاب عليك. قال كعب بقوة ذاك الخبر اللي سمع وديك البشارة، لم أجد عندي ما أهديه له لأنه بشرني إلا ثوبي، فخلعتهما وأعطيتها له بشرى له، ثم قمت فاستعرت ثوبين ذهبت بهما إلى مسجد رسول الله. وأنا نقول له يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي. وهنا فين قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه هي القصة. دابا من عرفناها أجي نتعمقوا في التفاصيل جولة. كان ظن لأنه جلكم عرف لأنه هذه هي السورة الوحيدة اللي ما تفتحهاش بالبسملة، زعما بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة شنو هي؟ البسملة هي بوابة، بحال مثلا قبل ما كتدخل شي دار واش كتحل الباب وكتدخل؟ لا، ماشي من الادب، فعليك انك تدق الباب عاد كتدخل. والبسملة كذلك ومثال، يعني كتنتقل من عالم الى عالم جديد تحت اسم الله تعالى، غادي تدخل لخطاب جديد ومقام جديد وقصه جديده. ولكن هذه الصوره ما فيهاش البسملة، في نظركم علاش؟ تخيلوا حتى من العلماء بداو كيسولوا علاش، فوصلهم باللي انه مولانا حرم منها الكفار والمنافقين، حيتاش اغلب والمضمون اللي تكلمت عليه هذه الصوره كتكلم من الكفار والمرتدين المترددين والمنافقين. فبقوت هي ما كدوي عليهم وعلى الافعال ديالهم بالتفصيل، حرموا من بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا راه كلام العلماء. هذه الصوره سماها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ايضا بصوره الفاضحه حيتاش فضحات المنافقين، ايضا صوره الكاشفه حيتاش كشفات الكفار والمنافقين، صوره لعرات الاخطاء والتحايل اللي داروا المنافقين. على بالكم بلي انه قبل من صوره التوبه غادي تجي صوره الانفال، الصوره اللي تكلمت على اول غزوه غزاها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واللي هي غزوة بدر، وتاليها كتجي سورة التوبة اللي كتكلم على آخر غزوة اللي خرج فيها الحبيب واللي هي غزوة تبوك. فسبحان الله هاد السورتين اللي جاو متتاليين، وحدة بأول غزوة والأخرى بآخر غزوة. والجواب هو أنه داك اللي غادي يقراهم يحس بفرق المجتمع ما بين أول نصر للأمة وآخر تمكين للأمة، انفتاح الدنيا وطوائف جديدة اللي كتبدأ. هاد الصورة ديال التوبة كتكشف حال المنافقين، كانت شديدة عليهم وفضحاتهم. تقدروا تقولوا علاش هادشي كله زعما شديدة على الكفار وكتهضر عليهم وتسمت بالتوبة؟ أمر عجيب ياكو. التوبة يا سادي الكرام هو البلاغ الأخير قبل وفاة الحبيب، نداء أخير للبشرية. فالصورة جات كتحذر الكفار والمنافقين وجات شديدة عليهم وكتفضحهم، ولكن في الأخير فتحات لهم الدراع ديالها على التوبة. الله الله، هاد الصورة اللي كتقول بلي باب التوبة مفتوح وكنقبلوا التوبة على الجميع. إذا تأملتي ولو شوية غير في هاد الصورة غادي تلقاها بلي أنها حلت باب التوبة لكل واحد، للمشركين المرتدين المترددين اللي خلطوا ما بين العمل الصالح والعمل السيء. وهنا كنفهموا ببساطة بلي أنه الهدف نتاع هاد الصورة هي التوبة. نزيدكم معلومة واحدة أخرى سجلوها في دماغكم، أكثر لفظ ديال هاد الكلمة التوبة غادي تعود فيها 17 المرة، وفي سورة البقرة 13 المرة، سورة النساء 12 المرة، وفي آل عمران 3 ديال المرات، وفي المائدة 5 ديال المرات، ولكن أعلى رقم هو اللي كان في سورة التوبة اللي كان 17 المرة. شفتوا الإسلام كم هو عظيم؟ فاش كتسمعوا هذا الكلام ديال التوابش ما كتحسوش بواحد النوع من المحبة لله ورسوله؟ شوفوا السورة كلها تهديد
ولكن سبحان الله كل آية كتبعها فإن يتوبوا يكو خير لهم والتائبون أو مجموعة من الكلمات نتاع التوبة ونتاع الرحمة والمحبة. كل شوية تكون فتح باب ديال التوبة لهذه الأمة، وهذا كيدل على عظمة الدين ديالنا الإسلام ورحمة نبينا الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمولانا ما اختارش لها اسم الفاضحة رغم أنها فضحات أعمال المنافقين، ولكن اختار لها اسم التوبة، وكان الله تيقول لهم راكم تفضحتوا وبانت الحيل ديالكم واش ما غاديش تتوبوا، حيتاش بقاو كيتحايلوا على الصحابة والحبيب لمدة 7 سنين في المدينة. من بعد جات صورة التوبة وفتحت كاع الأفعال ديالهم. تخيلوا في هذه الصورة كاين واحد الأمر اللي هو عجيب، حتى من المؤمنين كطلبهم بالتوبة. صورة اللي كتدعو للمنافقين والكفار والمرتدين والمؤمنين والنبي والأنصار. هاد الصورة جمعت كل شيء. هاد الصورة كتدعو المؤمنين للقتال ونصرة الدين. فنتركم علاش باش تخلي هذوك المنافقين والمصرين على القتال أنهم يتوبوا. بحال صورة النساء جا فيها القتال لحماية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وفي صورة التوبة على ود هذوك اللي بغاو الحرب. حنا بغينا السلام، إذا غادي نحاربوهم باش نخليوهم يدخلوا للتوبة. هاد الصورة تكلمت على الجهاد وذكرت القتال في سبيل الله. القتال فيها تذكر بزاف في هاد الصورة، والمعنى كيف قلت لكم، حيتاش مولانا بغى لأولئك المنافقين أنه يدفعهم لباب التوبة والعودة والرجوع إليه. كاين سؤال واحد آخر تقدروا تسولوه، هو علاش حتى من المؤمنين طلب منهم مولانا التوبة؟ حيتاش كاين واحد النوع اللي خدل الإسلام فأنه ما ينصروش، وهذا الأمر محتاج أيضا للتوبة. التوبة على الشباب والبنات اللي ما كيديروش شي حاجة على ود الدين ديالهم، وتيقولوا ما عندنا ما نديرو. مثلا اذا واحد من صحابك خرج على طريق الصواب، فمن الواجب ديالك انك تشد بيديه، خاصك تكون مفيد للمجتمع، والا غادي يخصك تتوب على هذا الامر. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. اذا ما تحركتوش المولانا ربي غادي يجيب ناس اللي هم احسن منكم وما غادي تضروا بحتى شي حاجه. والمعاني كثيره في هذه الصوره، فالتوبه هنا ما جاتش فقط في المعاصي ولا الذنوب. شوفوا بداية الصورة جات فيها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، اللي كتقول لهم فسحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. من بعد قال مولانا وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ومن بعد قال فإن تبتم فهو خير لكم، وهذا معناه رجعوا راه باب التوبة مفتوح. والآية اللي كيسموها العلماء هنا بآية السيف واللي قال فيها مولانا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. سمعوا من بعد شنو قال مولانا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. شفتوا على رحمة. المهم معنى الآية بلي أنه إذا انقضت الأشهر 4 اللي أمنتم فيها المشركين أعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانوا، وقصدوهم بالحصار وترصدوا لهم في الطرقات ديالهم. إذا رجعوا على الكفر ديالهم ودخلوا للإسلام والتزموا بالشرائع من إقامة الصلاة وإخراج الزكاة خليوهم، حيتاش ولوا إخوانكم في الإسلام. إن الله غفور لمن تاب وأناب. مولانا راه رحيم بهم. وقال بعدها مولانا بآيات لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ومن بعد قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كتهدد وكتخوف فيها الشدة، ومن بعد كتفتح باب التوبة. هذا المعنى في هذه الصورة كيعطينا دلالة على أن الإسلام بغى يدفعنا لطريق الهداية والتوبة والعودة واتباع هذا النبي الأكرمي سيدنا محمد. فمن بعد لما ذكر مولانا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، إلى أن ذكر الله تعالى من بعد هالشي الصفات من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. قال الله من بعدها التائبون العابدون الحامدون السابحون الراكعون الساجدون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. مولانا ذكر الصفات ديالهم، وأولها أنهم أهل توبة وعودة والرجوع إلى الله. صورة كلها عظيمة كتخليك تقول مع راسك إذا كان باب التوبة مفتوح للمنافقين والكافرين والمرتدين والمتحايلين، فكيف التوبة ما تكونش لواحد منا اللي دار شي ذنب أسترو مولانا؟ كيفاش مولانا ما يقبلوش؟ كيفاش ربي غادي يفتح باب التوبة لأشخاص حرموا بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الصورة؟ صورة اللي في الشدة ديالها والفضيحة ديالها
فيها رحمة باش يتفتح ليك الباب ديال التوبة. فاش تسمع هاد الكلام خصك تفرح وتقول أنا ربي راه غادي يتوب عليا، أو معنى آخر غادي يقبل التوبة ديالي. وأخيرا عرفت الصورة باش كتسالي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا هاد الأشخاص تحرموا في بداية الصورة بسم الله الرحمن الرحيم، ربي عطاهم الرأفة والرحمة في نهاية الصورة. وهذه هي كانت قصتنا اليوم اللي كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى خصوصا انكم فاش تمشيو تقراو هذه الصوره ديال التوبه توليو كتذوقوها وكتفهموها وعارفين كل حاجه شنو فيها. ما تخليوش هذا الفيديو توقف عندكم، خصوصا دعموني انا، الفيديو تيكلفني مجهود وانتم حتى حاجه ما كتكلفكم مجهود من غير انكم تضغطوا على داك الزر. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو فيما بعد. سلام سلام.